من الاخبار المنتخب نروح لاخبار النادي الاهلي واللي وصل لاعبيه الى اسبانيا استعدادا لمواجهه ختافي يوم الخميس الجاي وديا. يمكن الجهاز الفني للاهلي بيستغل رحله اسبانيا كنوع من انواع الترفيه والاستشفاء للاعبي الاهلي قبل المواجهات الهامه اللي هيخوضها الاهلي سواء في كاس مصر او الكونفدراليه الافريقيه. طبعا مباريات قويه جدا تنتظر النادي الاهلي وايضا نادي الزمالك، بالتوفيق ان شاء الله للناديين.